مؤسسة تحقيق أمنية علي تحت الفرصة إلي أنا شخصيا أني أطلع عبر أكون عبر برنامجهم والفعاليات اللي هم يسوونها. جدا سعداء بحضور اطفال مؤسسه تحقيق امنيه ركضوا ويانا وشاركونا بعد فوز الجمهور الكريم اللي شارك معنا في الفعاليه هذه. اقول لهم مشكورين ما قصرتوا وهم بعد شكرنا الخاص للمنظمين والرعاه لهالحدث. شفنا اليوم جميع الجنسيات سواء من اجانب او من مجتمع الامارات منهم الاطفال والكبير كبير السن. هذا يدل على الوعي الصحي والوعي الرياضي. سعيدة اليوم بمشاركتي في الماراثون الخاص لمؤسسة تحقيق أمنية. الأجواء جميلة تفاعلية حضور كبير من مختلف فئات المجتمع. ركضنا عشان نحقق أمنيات الأطفال المرضى. شكراً ميكاويل.